أخيراً يا أبي فرغت لي يوماً بالنهار. كنت أحتاج لهذه النزهة أكثر منك. أعرف يا أبي إن أعباء العمل كثيرة، وخاصة على قاضي القضاء. إن ما يرهقني ليس هو العمل نفسه، بل الخوف من الخطأ والتركيز الشديد حتى لا أظلم بريئا. هل تريد أن ترتاح قليلا وأجدف أنا بدلا منك؟ بل اجلسي حتى لا يختل توازننا. لا تخف، نحن الاثنان نجيد السباحة. الجندي هلال، ما الذي جاء بك؟ أمر مهم يا سيدي. أحذرك، إذا عودت الاعتذار عن ضربك لي منذ أسبوع فسوف أفصلك من العمل. لا 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 يا سيدي، لا، جئت لقضية خطيرة. أنا هنا من يحدد خطورة القضايا، تكلم. وأنا أعمل في نوبة حراساتي عند أطراف المدينة، وجدت لص مقابر يحاول الهرب بغنيمته. غنيمته؟ ماذا يسرق لص المقابر؟ أكفان الموتى؟ يسرقون أحياناً الأسنان الذهبية للموتى الأغنياء، أو أحجار الرخام والجرانيت من مقابر الأثرياء. أغنياء وأثرياء، أضفت كثيراً. سأذهب بنفسي لاستجواب اللص. مقبرة من هذه؟ مقبرة ياقوت الصائغ يا سيدي. ياقوت الصائغ الذي قتل قبل أيام. حسناً، وما الذي سرقه من المقبرة؟ هذا الضرس الذهبي، تفضل. الضرس كان في فم القتيل، ربما تكون له أهمية كبيرة. دعه لي، هيا. أين حضرة القاضي؟ خرج للنزهة مع ابنته. كيف يخرج الآن؟ اليوم عطلة في دار القضاء، وقد صحب ابنته بعد صلاة الجمعة للنزهة. يا له من حظ، يا له من هواء منعش. شكراً يا أبي على هذه النزهة الجميلة. أخيراً أعيش يوماً واحداً دون إزعاج. هل تريد أن أبقى صامتاً؟ أبداً يا حضرتي، ماذا قصدت بالبقاء صامتاً؟ ما فهمته يا حضرة القاضي، سأبقى أنا صامتة بينما تكمل لي أنت قصة امرأة العزيز. حتى في يوم الراحة لا أستطيع الانتظار إلى الليل دون معرفة ما جرى لسيدنا يوسف. حسناً، سلمى من أمامي والماء من حولي، لم يعد لي مهرب. وبعد أن رأت نسوة المدينة سيدنا يوسف عليه السلام وقد طعن أيديهن دون أن يشعرن، استمرت امرأة العزيز في مراودتها لنبي الله، فلما يأست منه أدخلته السجن. لماذا تبكين الآن؟ اتركيني في حالي يا صبيحة. كما تريدين، سأذهب ولن أعود. صبيحة انتظري، كيف تتخلين عني في هذه الظروف؟ أية ظروف؟ إنني أحترق من الألم والحسرة. سلامتك يا سيدتي، سأذهب قبل أن تأمري بسجني، مثلما فعلت مع أطيب من عرفناه من البشر، يوسف الصديق. هو الذي دفعني إلى ذلك بعناده. أسمعتيه وهو يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ نعم سمعت. يكرهني إلى هذا الحد؟ إنما يكره فعل السوء. اغربي عن وجهي، وإياك أن تهربي، وإلا أمرت الحراس بتعذيبك. كان رأيي هو الصواب يا أطفير، قبضنا على زعيم قطاع الطرق.
مولاي دائما على الصواب. يجب أن يدخل السجن، أسوأ سجن في المملكة. نعم الرأي يا مولاي. ما هذا؟ حشرة في كأس شرابي؟ أيها الساقي! أمرك يا مولاي. ما هذه؟ تبدو وكأنها حشرة. أتريد أن تسممني أيها الساقي؟ لا أظنها حشرة سامة، مجرد ذبابة. مجرد ذبابة؟ أطفير، ضعه في السجن مع أعتى قطاع الطرق. أنا جعران، أكبر قاطع طريق في مصر كلها. وأنت من تكون؟ كي نخب، ساقي الملك. ساقي الملك مرة واحدة؟ أتظنني سأصدق هذه الكذبة؟ لست مضطرا إلى الكذب، فلا يوجد ما هو أسوأ مما نحن فيه. ألا تعرف من هو زميلنا الثالث؟ اسمه يوسف، وهو دائم الصمت. اقتربت منه فسمعته يناجي رباً في السماء. سنعرف قصته غداً. أما الآن فأشعر بنعاس عجيب، وأنا مثلك أحتاج إلى النوم. لا تغط أثناء النوم وإلا قتلتك. سيدي وزوجي الحبيب أطفير. ما ددهاك يا زليخة؟ اشتقت لرؤياك، هل هذا خطأ؟ زليخة، نعيش معا منذ سنين طويلة، اختصر الوقت وقولي ماذا تريدين. لماذا تقسو علي هكذا؟ أنا الذي أقسو عليك يا زليخة؟ هل نسيت ما فعلته من أجلك؟ لقد رأيت قميص يوسف ممزقاً من الخلف، وشهد شاهد من أهلك، ورغم هذا صدقتك وكذبت عيني. هذا آخر طلب سأطلبه منك. تكلمي، كلي أذان مصغية. أريد زيارة يوسف في السجن. هل جننت؟ قصدت أن أعطيه فرصة أخيرة ليتوب ويعود إلى صوابه. بل سأعيدك أنا إلى صوابك بالقوة. اتركني، أنت تؤلمني. سأقتلك إذا ذكرت يوسف مرة أخرى، أتفهمين؟ أفهم أمرك يا زوجي. لولا خوفي من تأكيد الفضيحة لوضعتك في السجن بدلا منه. رأسي. ماذا بك؟ حلمت بأني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه. وأنا حلمت أني أعصر خمراً. ترى ما تفسير هذه الأحلام؟ لا أدري. ما رأيك أن نسأل يوسف؟ كأسي فارغة؟ الساق الجديد لم يتعود على عمله بعد. أظن أن كاي نخب قد تأدب بما فيه الكفاية. هل يرى مولاي أن يعفو عنه؟ نعم، أمرت بالعفو عنه وعودته إلى عمله بالقصر، كما أمرت بمناسبة عيد جلوسي بالعفو عن جميع المساجين. فيهم قاطع طريق يدعى جعران، له جرائم عديدة. مر بقتله. وفيهم سجين آذاني شخصيا، حاول أن يسرق مني شيئا غاليا. إذن ليبقى في السجن إكراماً لك. أهلاً بالصديقات. لا تتحدثي معنا، يكفينا ما أصابنا بسببك. بل بسبب ضعفكن أمام جمال يوسف، لن أقبل بعد الآن معايرة من أحد. زليخة،
اتركينا في حالنا، لن نؤذيك ولا تؤذينا. كيف حالك يا سنهاج؟ إياك أن تتحدث إلى تلك المرأة. إن زوجها يستطيع أن يؤذينا. لماذا لا تردان السلام؟ للأسف يدي مصابة ولا يمكنني المصافحة. وما الذي جعلك تقطعين يدك؟ أرى أن ينتهي الكلام عند هذا الحد. هيا هيا يا رئيف. ثم ماذا؟ هذا كل ما رأيته. ما تفسيرك؟ أضغاث أحلام يا مولاي. أطفير، هل تفهم شيئاً في تفسير الأحلام؟ بصراحة لا يا مولاي. إذن أغرب عن وجهي الآن. أمر مولاي. هل لي أن أتكلم يا مولاي؟ ماذا تريد أيها الساقي؟ أعرف رجلاً يفهم في تفسير الأحلام بصورة مذهلة. كيف؟ فسر حلمين لي ولزميل آخر في السجن، وصدق في كل ما قال. ما اسم هذا الرجل؟ اسمه يوسف يا مولاي، وهو الآن في السجن. وأرسل الملك إلى سيدنا يوسف في السجن طالبا تفسير الحلم، فلما أبلغه بتأويله أكبره الملك وأمر بالعفو عنه. فرفض يوسف عليه السلام أن يخرج من السجن قبل أن يحصل على براءته. ما قولك في يوسف يا رفيدة؟ ما علمت عليه من سوء يا مولاي. وأنت يا جيداء؟ أنا أيضاً أشهد بذلك يا مولاي. ما قولك يا زليخة؟ الآن ظهر الحق، أنا أعترف، لقد كنت مثقلة بالكذب والخيانة ولم أشعر بالراحة إلا الآن وأنا أنطق بالحق وأرفع الظلم عن كاهل يوسف البريء الطاهر. لعل رب يوسف يرحمني ويغفر لي فيما بقي لي من أيام. حقاً إن كيدكن عظيم. ائتوني بيوسف الصديق، أستخلصه لنفسي وأعينه وزيراً وأميناً على خزائن مصر حتى يعم الخير والعدل على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. صدق الله العظيم. هل يغفر الله لامرأة العزيز بعد كل ما فعلت من سوء وظلم ومراودة لنبيه الكريم؟ ومن أرحم من الله بعباده؟ إن التوبة الصادقة تمحو الذنوب وتكفر الخطايا، ولا يشعر المؤمن باليأس أبداً من رحمة الله. لقد وصلنا إلى المرسل. ووصلنا إلى نهاية قصة امرأة العزيز كما وردت في القرآن الكريم. انظر يا أبي، صاحب الشرطة يلوح لك. ما الذي أتى به؟ يا حضرة القاضي، عندي خبر صار. خيراً إن شاء الله. إن عثمان لم يقتل الصائغ ياقوت. هذا ما كنت أظنه. تأكدت بالأدلة والبراهين من براءته، سوف أشرح لك كل شيء. سبحان الله العظيم، إن الله هو الحكم العدل وهو المنتقم الجبار، لا يترك ظالما دون قصاص ولا ينسى بريئا دون خلاص.
لا تنسى يا أبي أنه التواب الغفور، يعفو حتى عن امرأة العزيز ويفتح لها أبواب الرحمة.